اتحاد العاصمة في قلب تكريمات وكالة الأنباء الجزائرية بمناسبة صبر آراء أحسن رياضي جزائري عام 2023، جائزة خاصة للفريق الأحمر والأسود بعد المشوار المميز والاستثنائي الموسم الماضي بعد تتويجه بالثنائية كأس الكاف وكأس السوبر الإفريقي. مبادرة عميقة وحساسة في نفس الوقت، لأن جاية في وقت اللي الاتحاد الجزائر كان في حاجة إلى تتويج قاري. إذن المناسبة هذه والتكريم هذايا جاء يعني في محله وجاء في وقت يعني اللي الفريق محتاج هذه الحاجة هذه. التكريم هذا يزيد الاتحاد عزيمة على المضي قدما لانتزاع ألقاب أخرى ومقارعة كبار القارة، والبداية بالاحتفاظ بلقب كأس الاتحاد الإفريقي. أكيد يزيد يقوينا، يعني يعطينا يعني الاعتراف يعني كي يبدا في 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 بلادنا، يعني حنا يعطينا قوة باش الاعتراف يكون يعني في القارة بالنسبة للقارة الإفريقية. هذا واش نحوسوا، وإن شاء الله الاتحاد الجزائر والفرق الجزائرية تبين بلي كرة القدم في الجزائر حاجة قوية. الاتحاد صنع فرحة أنصاره وعشاقه مرة ومرتين، وكان مميزا في موسم استثنائي فتح الأبواب نحو التطلع لمزاحمة كبار القارة على منصات التتويجات.